السلام عليكم. هذا الدرس راح نتعرف على أجزاء صفحة الوورد الشيت، وأيضا راح نتعرف على أساسيات عامة عند التعامل في الكتابة داخل الصفحة. صفحة الوورد تتكون من 3 أجزاء أساسية ورئيسية، اللي يعني تاخذ مؤشر الماوس وتخل يعني تنقل نقرتين في الجزء الأعلى من الصفحة، فهو راح ينقلك إلى شيء اسمه هيدر. أوكي، بعد ذلك اللي هو الكونتنت والفوتر. ايش معنى هيدر؟ الهيدر هو رأس الصفحة اللي يكون فيه عنوان الصفحة، وهو راح هذا يتكرر، يعني يعمل ريبلاي تكرار لجميع المستند اللي موجود عندك، وراح ناخذه ان شاء الله بالتفصيل في محاضرات اخرى. بعد ذلك يجي الجزء الاخر اللي هو الكونتنت. نرجع على الكونتنت اللي هو يكون فيه محتوى الصفحة اللي انت راح تكتبه، تدرج فيه النصوص والصور والجداول الى اخره. الجزء الأخير اللي هو جزء الفوتر، واللي هي تصير في عملية الترقيم، واكو عمليات ترقيم جاهزة إن شاء الله راح نطلع عليها في الدروس الأخرى. خلينا نطلع على أجزاء أساسية وأمور أساسية عند التعامل في الكتابة داخل الوورد. فأول شغلة لازم تتعلم أنه كيف أنه تنتقل إلى سطر جديد داخل الوورد. أوكي، نعم، تكتب على سبيل المثال هذا. أوكي، هذا طالب بهذه الطريقة، وهنا يعني تنتقل إلى سطر جديد فتضغط على أنتر. أوكي، أنتر بمعنى سطر جديد، ينقلك إلى سطر جديد، أنتر آخر ينقلك إلى لاين جديد. إذا هذا بالنسبة لهذه الطريقة الأولى بانتقال إلى سطر جديد. إذا أنا أريد أكتب في هذه المساحة، يعني أو هنا أو هنا، فتاخذ مؤشر الماوس، أوكي، وتنقل نقرتين بالكليك أيسر مرتين، فينقلك إلى المكان اللي أنت تريد تكتب فيه. على سبيل المثال هنا نكتب هوم. أوكي، إذا هذه كأمور أساسية في عملية انتقال أو البدء كسطر جديد. الآن نأخذ أمور التحديد. في التحديد عندنا 3 أمور أساسية في التحديد، وهو تحديد كلمة واحدة تنقر عليها نقرتين. أوكي، يحدد لك كلمة واحدة، وتحديد سطر كامل فتنقر 3 نقرات متواصلة. أوكي، فراح يحدد السطر كامل. وإذا كان عندنا مستند، أوكي، مستند نصي كامل، فنضغط على كترول أي يقوم بتحديد كامل المستند. أوكي، على سبيل المثال لو كان عندنا هذا المستند فنريد نحدده، فنقول له كترول أي فراح يحدد كافة المستند. أيضا هنالك طريقة أخرى، يعني تحرك مؤشر الماوس إلى نهاية الهامش، أوكي، من هذه الجهة. لاحظ الآن تغير، فنقرة واحدة يحدد لك سطر، نقرة وتسحب راح يبدي في التحديد الكلمة.